لكن كمان شوفوا خالد الحدي، وده اللي انا قلت لكم عليه من شويه، تاثير القوى الناعمه. لما نلاقي كل الاشقاء العرب حافظين عن ظهر قلب انتاج السينما المصريه عبر التاريخ، ويجي يسقطها ويصفها بكل الاحداث الرياضيه اللي حاصله، خالد الحدي في تغنيه بالنادي الاهلي وتقديره لقيمه ما يفعله النادي الاهلي والفرحه اللي النادي الاهلي نائلها خارج الحدود، ربط ما بينها وما بين الافلام المصريه بخف الدم. نشوف خالد الحدي. انا ارى شخصيا، هذا رايي الشخصي، بين علاقه الاهلاوي بالنادي الاهلي، ارى بانه يعني لهم الارض والمصير والبداية والنهاية، لكنهم يعلمون تماما بأنه باب الحديد لأعدائه والباب المفتوح لعشاقه. عندما تواجهه يأتيك شيء من الخوف وهم يستادون من العزيمة. عندما تعشق القلب لا تستطيع أن تقول له رد قلبي، وتصبح بين السماء وبين الأرض. نعم، إنه في النهاية حب فوق هضبة الهرم، وفي النهاية عندما يفوز الأهلي تضحك لأن الصورة تصبح جميلة. هكذا هو توصيفي للعلاقة ما بين الأهلي ومحبيه. والله ولا أروع، هو أرخ لتاريخ السينما المصرية من خلال انتصارات النادي الأهلي بخفة دم وتلقائية وعبقرية، لأنه هو يعني 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 سخن مع الأحداث، فاستدعى موروثه الثقافي، فاستدعى موروثه الفني. واضح أنه متابع جيد جدا للفن المصري يعني. جايبها من اول باب الحديد للحب فوق هضبه الارض، الباب المفتوح وحب فوق الارض وبداية والارض وشيء من حاجه الخوف. درر السينما المصريه، ويكفي ان النادي الاهلي يعني يشير الى كل هذا، هذه المعاني بانتصارات.